أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن طواف الوداع ويسأل عن تقبيل الحجر، ما حكمه في الشريعة؟ تقبيل الحجر سنة إذا أمكن بدون ضرر ومزاحمة، وأما طواف الوداع، نعم طواف الوداع فهو نعم واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفس، أما غير الحائض والنفس فلا بد من طواف الوداع، واجب من واجبات الحج، لأن في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم.